السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. وصف المحلل السياسي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى مايكل نايتس وأمير الكعبي المتخصص في شؤون الميليشيات المسلحة في العراق وسوريا في تقرير لهما بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وصفا ما حدث في منطقة الجادرية في بغداد هو لحظة نادرة من التداخل بين الهجمات الصدرية المخططة على خصومهم في الإطار التنسيقي وما بين الجهود الانتهازية التي يبذلها نور المالكي لإضعاف الميليشيات الرئيسة التابعة للإطار التنسيقي، سواء في محاولة للتأثير على الانتخابات المقبلة في المحافظات أو كجزء من المنافسة المتصاعدة ما بين الميليشيات على الغنائم. واستثمر التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر واقعة الاستيلاء على أراضي الجادرية للانتقام من خصومه في كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، فيما حاول المرجع علي السيستاني ممارسة سطوته لتبرئة المرجعية من عملية الاستيلاء، خصوصا وأن المتورطين بها ينضوون في الحشد الذي تأسس وفق فتوى السيستاني نفسه، هذا بحسب التقرير. طبعا أعلن هشام الركابي أحد مستشاري السوداني ومدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن السوداني وجه وزير الداخلية بالتحقيق في قضية التجاوز على أراضي المواطنين في الجادرية، كما وجه بالتواصل مع الأهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم. ولم يعمد مكتب السوداني إلا بعد قيام المتضررين بزيارة السيستاني إلى الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق وتوجيه المحكمة المركزية في منطقة الرصافة في بغداد من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين بسرقة الممتلكات. طبعا تداول المتضررون من سطوة أمن ميليشيا الحشد صور جديدة تبين اعتداء هذه الميليشيات مجددا على ممتلكاتهم، ما يعني أن الحملة الإعلامية بعد تحرك الحكومة والسيستاني ذهبت أدراج الرياح. دعونا نشاهد ما وثقه أحد أصحاب الأراضي في الجادرية بعد اعتداء عناصر من ميليشيا الحشد على سيارته الخاصة، لنشاهد. دولة رئيس الوزراء، وين القاء القبض على عصابة صفاء اللام وضياء الحلفي؟ راح تدذب خالي حصاني بالمنطقة، كسروا علي السيارة قوة طلعت منهم. وين المرجعية؟ وين دولة رئيس الوزراء؟ وين القضاء؟ رادوا يكسرون علي السيارة، هاي العصابات، وين الدولة؟ نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. سبق أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن لصوص الدولة في العراق يقومون بغسيل الأموال التي استولوا عليها ببناء مجمعات سكنية وأسواق، مؤكدة أن الاستثمار العقاري في بغداد بات أداة رئيسة لغسيل الأموال في العراق. ويكشف الاستثمار العقاري كمية غسيل الأموال بعد اكتشاف سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة العامة في عملية احتيال عرفت باسم سرقة القرن. وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات المقاطع التي تبين استحواذ متنفذين على الأراضي وتغيير جنسها من زراعية إلى سكنية، فضلا عن تغيير عائديتها كما حصل مع أراضي يمتلكها أحد المواطنين وفقا لعقود رسمية في قضايا أبو غريب غربية بغداد، قبل أن يسطو عليها متنفذون ويشيدون أبنيتهم الخاصة عليها بغير وجه حق، كما يؤكد المواطن بشهادته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على أمل أن تلتفت السلطات له وترجع له حقه المسلوب. دعونا نشاهد. هاي 11 دونم إلي عقد زراعي وطلعت علينا المحافظة وعطوني إياها رسمي، وجو مجهولين الهوية ما أدري منين ما منين بنوا بيها. رحت للبلدية عطوني أمر الهدم، هدمتها ثاني يوم بنوا قد الهدمتها مرتين زين.
واوراقي كلها رسميه وعندي عقد بيها وعلم المحافظه بيها والبلديات كلها كافه الدوار والزراعه كلها عقود بسمانه وطونا هاي اخذها وقاعد كل توطوني هاي 11 دونم وجوي ناس مجهول الهويه يدقون بكيفهم 200 متر اخذها وهسه زرعتها طلع 1000 متر اخذها ويبنون بكيفهم. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. عمر يقول هاي العصابات مأمنة لأن يعرفون ماكو رادع يمشون على طولهم. هيثم يقول هي هاي الديمقراطية والحرية اللي رادوها، هم يردون كل شي فالتون بالبلد، لا قانون ولا سلطة. ثائرة تقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم يغتصب حق غيره بالإكراه، غدا يوم الحساب ماذا يقول لربه حين يسأل من أين لك هذا؟ وجوزيف يقول عمي هاي ذيول إيران يسلبون أراضي الناس بالقوة، بلد تايه. دعونا نستمع الآن مشاهدينا الكرام إلى مشاركات المتصلين. معنا أول متصل السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح حياك الله. عليكم أستاذ محمد، رحب بكم بقناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. طبعا بعد ما كمل المناطق اللي داخل العاصمة بغداد من صيد البيوت وبيوت الدولة وبيوت الناس اللي مسافرين أو مهاجرين، والتزوير اللي صار بالعقاري، وشفنا احنا القضاء العراقي ورئاسة الوزراء ما حد يقدر يتدخل، لا أمن وطني لا أجهزة أمنية تقدر تمنعهم، لأن ذولي كلهم محميين من قبل ميليشيات ومن قبل الفصائل. ما يجي مواطن عادي مهما يكون من الغرب أو من الجنوب أو من الشمال ويجي ياخذ قطعة أرض أو بيت أو أرض زراعية هيك بكيفه، لأن يعرف عواقبها شنو. لكن ذولي مسنودين من قبل القانون، وهم سلطتهم أعلى من سلطة القانون. بعد ما خلصوا من العاصمة الداخل العاصمة بغداد الجزرات الوسطية والمنتزهات ومطار المثنى، اتجهم باتجاه حزام بغداد وقام ياخذون هاي المناطق الاراضي الدوانم وغيرها. يعني ما حد يقدر يردعهم لان هم ذول حضرتك تتكلم عن الحكومه وكانوا هي في منأى عن اللي دي يصير. تعرف حضرتك وكل العراقيين يعرفون انه اي معامله رسميه اليوم تمشي بالعراق تمر في عدد من الدوائر الحكوميه الرسميه، يعني لازم تاخذ موافقات وتوقيعات واختام. طيب كيف يمكن التزوير؟ وطبعا هم اللي يسيطرون على هذه الأراضي، كثير منهم يأتي بأوراق رسمية، يعني مو عملية تزوير، لا عملية بيع وشراء دون علم المالك بطريقة رسمية. طيب هاي شلون الورقة مرت في دوائر الدولة وحصلت على هذه التوقيعات؟ إذن الدولة متورطة هنا. نعم، إذا مدير الطاب ومدير العقاري هو تابع لميليشيا مثل طاب المنصور المعروف عنه هو تابع إلى منظمة بدر، فتعرف منظمة بدر أي شخص يسلك هذا الطريق هو الاستحواذ على أملاك الناس والأراضي، هذا راح يكون بكيف يمشي بالدائرة الرسمية. بالعكس كل أوراقه رسمية، يعني ما بيها شيء مزور، يشتغل رسمي ووصولي وبدون علم أهل الملك، يعني يعني حول البيت ويسيطر على البيت يقولوا ماذا هي العقار ما حد يقدر يحكي وياه. وثاني شيء الترهيب اللي موجود عندهم، الترهيب هاي كلها بسيارات الدولة وشالين باجات من رئاسة الوزراء ويحملون سلاح وكواتم، ما حد يقدر يمسهم أصلا. القضاء وين عنهم؟ لو اكو جهه تحاسبهم مثل هاي الحمله اللي صارت على قضيه الجادريه والاراضي اللي سيطرت عليها الميليشيات وصارت هاي الضجه حضرتك شفتها. نعم، يعني لجان تحقيق والقضاء والسيستاني وغيرها، لكن بالنهايه هذا احد الناس، احد المواطنين من اهالي هذه المنطقه تعرض للاعتداء من قبل نفس الميليشيا، وكان هم غير مكترثين اصلا بكل هذه التحركات الحكوميه او غير الرسميه. استاذ محمد، المواقف اللي صارت على الاستحواذ الاراضي والدور السكنيه تصل حد القتل، اللي يهددوه ينهزم وهم يكملون اجراءات التحويل لهم، لكن اللي يقفوا بوجههم ويصادم معهم تصل مرحله ان يقتلونه يقتالونه. يعني احنا نسال يعني هاي المجالس التحقيقيه اللي قلت عليها ونهايتها وين؟ صحيح. ما حد يقدر يحاسبهم. هاي وحدة انكشفت للإعلام وتصورت الامرأة أو الرجل المسن اللي تعرف استغلتها جهات متحزبة أخرى، آلاف مؤلفة. نعم. ما حد يعرف عنها شوين تحولت، واستغلتها يعني واستغلتها جهة حزبية أيضا باستعراض مثل ما شفته حاكم الزاملي وغيره. أي يعني صار بها استعراضات في سبيل الترويج
لهذا الحزب. صورني صورونه هاي، لان عمار الحكيم ايش قد اخذ من الجادريه، ايش قد اخذ القصور اللي تابعه هي للدوله والبيوت والاراضي وغيرها. عمار الحكيم بلع الجادريه كلها ويجي يقول لك انا قاعد بايجار. اذا كبيرهم يعني هو هيك يسلك طريق تزوير واستحواذ على اراضي تابعه لناس ومواطنين، الصغار دول بالميليشيات شي يسوون؟ شكرا شكرا سيد صباح، اشكر حضرتك للمشاركه. ويانا السيد محمود من الموصل، تفضل يا محمود حياك الله. الو، تفضل يا محمود. كل الهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله احنا بالنسبه تدمرنا الموصل تدمر بنوبه. احنا بكتنا دخلت علينا الميليشيات دمرتنا. احنا قاعدين ندبكم، قاعدين نحكي وجبه ماكو، أكل ماكو، جاز ماكو، حاكم علينا العصايب يا أستاذ. مو يقولون نجم الجبوري مرتب المدينة؟ ما يقدر يحكي، ما يقدر يحكي مثلا علي أنا عجيه. وأنا أقول لك والله هنا أول ذاك النهار وعقيد الصعوبة قاعد أشتغل أجاية. مو اكو ناس، اكو ناس يروجون النجم الجبوري وبعض الشخصيات الموجودة بالمحافظة، يقول لك بزمنهم تغير الوضع والحياة صارت أحسن. ابن عمي مرحبا عليك. تفضل. نجم الجبوري ما يقدر بس بالنهار يطلع بالليل بربيل الأحزاب كلهم قاعد عليك يتكتلوا. ما مخلص ما قاعد لك ملاحظينه على هذا المال مال المحافظة يا أخوي. طيب الاعمار شنو اخباره وشنو وضعه اعمار هاي المحافظات اللي دمرت واهمها نينوى؟ لا اعمار صفر. اعمار صفر يقول لك يعني مش هتنطين عصايب حق تنطين هذا الشارع، احنا كنا ناخذ من الشارع. ما يصير ما يصير، يقول لك خذ هذا الشارع انا اخذ منك شارع عام. ما حد يقدر هنا من ثلاث يرسل له. شلون اللي يصير؟ البكتات خلت بكركوك. ابن عمي انا ذاك النهار طلع لي واحد شوي عسكري بسنجار وقال والله ودوا رواتبهم كلها دولارات. ودوها للبخت. طيب انا شكرا شكرا جزيلا سيد محمود من الموصل. ويانا السيد ابو علي من بغداد، تفضل يا ابو علي. الله يسعدك، حياك الله. شلونك عمي؟ الله يحفظك، تفضل يا ابو علي. كل الهلا. المفروض هاي الليلة السوالف هاي ما تسولفونها يا اخي. الليلة زيارة الأربعين سلام الله على الحسين. اي ترى رجال وصل اليوم عدد الزوار اي 27 مليون. نعم 80 دولة اللي دخلت العراق. اي ترى بلد المقدسة. طيب شعلي بالموضوع، شعلي بالموضوع مالتنا. ليش امشي هاي الناس رجال للجنة ابن الحلال كل القنوات بس قناتكم وقناة الحدث السعودية ما تطلعها. طيب انا بس عندي سؤال، عندي سؤال يا ابو علي. بس اسمعني، اريد من حضرتك اول شيء تهدأ شوية حتى نقدر نسولف، لانه اذا حتكون عصبي وتعلي صوتك ما راح نفتهم شيء. تمام سيد ابو علي، هاي الزيارة الدينية موضوعها موضوع ديني ما لنا علاقة به، بعيد عن نقاشنا المتعلق بوضع العراق، بحال الناس، بمعاناة العراقيين. تعرف حضرتك سيد أبو علي اليوم الزيارة الدينية ايش قد تأخذ وقت؟ تأخذ لها يوم يومين أسبوع 10 أيام وبعدين تخلص. باقي السنة، باقي السنة شلون عايش المواطن يا أبو علي؟ عنده كهرباء، عنده مي، عنده صحة وعلاج، أكو تعليم، أكو عدالة. كلمني بهاي الأشياء. الزيارة الدينية على عيننا وراسنا واحد، شأنها شأن مختلف، لا تدخل لي إياها بموضوع الحياة العامة للمواطن. تفضل. يعني استاذ محمد. نعم. يعني إذا ما في خدمات يعني ما نصلي ما نروح المكة. شعلي هالعبادة ابن عمي، شعلي هالعبادة بمنجزات الحكومة، بالخدمات، بحياة الناس. العبادة هذا أنت وربك، لا يعني لا تفرض على شخص ولا تفرض علينا او على غيرنا انه احنا لازم نتماشى ويا فكرك او توجهك الديني. انا قصدي سؤالي، انت شلون كمواطن عراقي عايش في بلد
مليارات بي وما بي كهرباء وما بي خدمات وما بي صحة ولا تعليم ولا كل جوانب الحياة متوفرت لك بشكل سليم حتى تعيش حياة كريمة مثلك مثل باقي المسلمين اللي عايشين في دول محيطة بيك. أستاذ محمد تفضل. أستاذ محمد نعم. خلاتي اي تفضل. هسه الحمد لله عايشين وكهرباء ها وخدمات يا الله وماي. يعني اكو ماي بالعراق؟ نعم موجودين الحمد لله. والكهرباء كم ساعة تجي ابو علي؟ كم ساعة تجي الكهرباء الوطنية؟ والله تجي بكل ساعتين وساعتين تطفي، بس هسه اليوم صار الاسبوع 24 ساعة تجي. 24 ساعة تجي بغداد انت مو؟ زين مو كلامك. شوف ابو علي تمام تمام، يعني العراق بيه الحياه تمام واحنا ما عندنا مشاكل والله الحمد لله تمام. بس انتم ليش ضايجين؟ لا شكرا ابو علي، شكرا ابو علي، انا اشكر حضرتك. اولا موضوع ليش ضايجين وهاي الطريقه اللي يستخدموها ذول اللي موجودين او الافكار اللي يحملوها اللي يروجون لهاي السلطه، أبو علي يكون واقعي، أنت رجال ما شاء الله بديت الحديث بالدين والعبادة، يعني المفروض تقول كلمة الحق، لأنه هذا اللي أمرك به دينك، أنه أنت تقول الحق وتدافع عن الحق وتقف بوجه الظالم، وهذه هي تعاليم الإمام الحسين وشعارات اللي ترفع في هذه الزيارات الدينية وغيرها، المفروض هاي تكون قدوة بالنسبة لكم أو دلالات لكم أو علامات مضيئة تمشون وراها. مو أنا أسكت عن الظلم الموجود بالعراق أو أحاول أحرف الحقيقة، يعني أنت تقول 24 ساعة بالعراق، يعني حتى الحكومة اللي دائما ما تسعى إلى تجميل صورتها ما وصلت وما تجرأت أن تقول عندنا كهرباء 24 ساعة بالعراق، لم تجرأ هاي الحكومة السلطة اللي هي تسعى إلى تجميل صورتها بأي شكل ممكن، لم تجرأ، لأنه مو واقعي ولا منطقي هذا الكلام ولا حقيقي أنه تتوفر كهرباء 24 ساعة في العراق. المي موجود والناس كلها تتكلم عن مخاطر الجفاف وتأثيراته على العراق بتقارير دولية تحذر من أن العراق بسنة 2040 أو 2050 حتنتهي من المياه، حتى يتحول دجلة والفرات يتحولن إلى روافد، تمام؟ هذا الكلام بناء على شنو؟ بناء على المعطيات الموجودة بكميات المياه القليلة الواصلة إلى العراق من دول المنبع، بأزمة الجفاف، بأزمة التصحر، هاي كلها بتأثيرات المناخ على المياه كلها تؤكد أنه ماكو مي بالعراق. وحنأكد لحضرتك، أخاف أنت مثلا مدى تشوف غير قنوات أو مدى تشوف قناتنا تشوف غير قنوات، حنشوفك بعد قليل ملف عن المياه ونوعية المياه الواصلة إلى منازل المواطنين العراقيين في بلد النهرين. بس خلونا ناخذ اتصال. السيد أبو علي من الناصرية تفضل، حياك الله. تعاني أبو علي وياي. أبو علي من الناصرية. طيب فقدنا الاتصال، ننتقل إلى موضوع آخر مرتبط بحديث السيد أبو علي من بغداد ويقول المي تمام والأمور بخير. خلونا نشوف تأثيرات المياه مشاهدينا الكرام على الحياة في العراق، على الثروة السمكية وانعكاساتها الخطيرة، وكيف أدى نقص المياه إلى نفوق أعداد ضخمة من الأسماك. أظهرت مقاطع مصورة تداولها عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي نفوق كميات كبيرة من الأسماك في أهوار محافظة ميسان في مشهد مؤلم بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الملوحة. الناشطون حملوا الحكومة ما آلت إليه الأوضاع في العراق بسبب شح المياه وإهمال الجهات المعنية لهذا الملف رغم تفاقم الأزمة وتأثيرها على الثروة الحيوانية والسمكية، وبالرغم من الادعاءات المتكررة من قبل الحكومة في رصد الميزانيات لإنعاش الأهوار، إلا أن كل هذه الوعود وكل هذه التصريحات هي مجرد هواء في شبك. دعونا نشاهد. يا حكومة العراقية اللي خصصتوا 75 مليار لإنعاش الأهوار، هذا المقطع خير دليل على الزيف والكذب مالكم. ال 75 مليار لأحياء الأهوار، أي أهوار؟ بس العمارة 25 مليار دينار، 25 مليار بس لأهوار العمارة. هاي أهوار العمارة هاي من هور سناب قرب الحويزة،
هذا المنظر مال الاسماك بعد ما جف الهور. هذا المنظر شوفوا قطع من الاسماك هاي، يعني هاي المساحه كلها بها يمكن ملايين الاسماك. هذا الميت وهذا الجاي يموت العدل. ها شوفوا هذا السمك يبحث عن ماي 25 مليار بس لهوار العمارة. 25 مليار وينها؟ ها هذه الماي يجي على الماي وجاي يموت. هاي الهوار، هاي هوار العمارة اللي خصصتوها 25 مليار. هاي الثروة السمكية بالملايين انتهت. هذا يعني جزء بسيط، يعني 10 امتار، هذا مجرد 10 امتار تجمع به بس السمك، بس 10 امتار، يعني 10 امتار وعدك بس يعني مئات الكيلومترات من الهوار جافة. هاي 25 مليار اللي خصصتوها الهوار العمارة نعاش الأهوار. أي أهوار؟ هاي الأهوار. دليل آخر للسيد أبو علي من بغداد اللي يقول بأنه المياه متوفرة والأمور تمام. الحكومة، حكومة الإطار التنسيقي، لا تلتفت للتحذيرات التي تطلقها المنظمات والمراصد الحقوقية المختصة بشأن ما يشهده العراق من كارثة بيئية بسبب شح المياه واستغلال إيران للوضع من أجل إغراق الأسواق المحلية بأسماكها، وسط اتهامات لها بتعمد إغلاق الروافد التي تصب في الأهوار لصالح استمرار تصدير الأسماك. في هذا السياق كشف اتحاد تعاونيات شركة إنتاج وتربية الأسماك الإيرانية أن مجموع صادراتها من الأسماك تبلغ سنويا أكثر من 100,000 طن تذهب معظمها إلى العراق. وقال الاتحاد أن مجموع الإنتاج السنوي من أسماك الكارب والسيلفر في إيران تبلغ أكثر من 200,000 طن، مبين أن العراق يستورد نحو 80% من مجموع صادرات إيران من تلك الأسماك. طبعا أكد ناشطون بيئيون نفوق ملايين الإصبعيات وهي صغار الأسماك وتحولها إلى رماد بسبب الجفاف في الأهوار. لنشاهد. هذا لا صبغ ولا ملح، هذا هو إصبعيات الأسماك اللي ماتت بسبب الجفاف. ملايين الإصبعيات، تعال حسنا ملايين الإصبعيات اللي ماتت بسبب الجفاف. يعني ها شوف شوف يعني بصراحة يعني اللي جاي يصير هو هلاك كامل لكل الثروة الحيوانية، لكل الثروة السمكية. باب آلاف مؤلفة من إصبعيات الأسماك وين ما تسحب. شوف كلها إصبعيات، غير الأسماك البالغة. يعني الأسماك البالغة كذلك، بس هاي الإصبعيات يعني هاي يمكن بعد 6 أشهر ممكن تكون ثروة. لا شهرين ثلاثة ممكن تكون ثروة. هذه أسماك السوري وأسماك الكارب والبلطي كلها. شوف هذا الخشني، شوفه بالمئات. خلونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. هند تقول: إيش سويتوا بالبلد؟ الله أكبر على كل ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من دمر العراق وساعد بتدميره. تعليق لدينا من أفراح تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من سعى بدمار وخراب العراق. زينب تقول: لازم جيراننا عندهم سمك زايد ويريدون يدزونا. وتعليق لدينا من حياة تقول: شلون تعيش الأجيال القادمة في المستقبل إذا استمر مثل هذا الوضع، عدم استقرار وفوضى وفقر وحرمان؟ نستمع لرأي السيد عباس من كربلاء. تفضل يا عباس، حياك الله. عباس من كربلاء، ما موجود. طيب نستمع لرأي السيد محمد من أمريكا. تفضل يا محمد. أنا أخوي سعد محمد، أحييك وحيي قناة. حياك الله، أهلا وسهلا. عمرك أنا أبو علي جاي يحكي، هذا من جماعة دول الإطار الإيراني. شوف سيد محمد، بدون حتى لن نتهم هاي الاتهامات، لأن هم بالعراق أكو هاي الجملة الجديدة: ما يعجب رأيك يقول عليك بعثي، فأنت لا تصير مثلهم ورأسا تتهمه. لا، هو عبر عن رأيه، خلاص تقبل رأيه ورد عليه. هو لكم يا رحمة الوالدك، هو لكم لا مي ولا كهرباء. نعم. مو إيران قطعة المي من 2003 لحد الآن. الإطار الإيراني جاي يسوي الإطار الإيراني، بس يكتل في العالم ويهجرون بالعالم ويأخذون أموال العالم. شو يسوي يعني هسه دازيلة، يعني من إيران دازيلة بوري خاص لأبو علي من الخاملي، هذا الدجال الخاملي الدجال دمار العراق، ودول الحشد الإيراني الصفوي
تابع لإيران جاي ياخذون الأراضي العالم وكتلهم بالعالم ياخذون خاوات من العالم قسم بالله هسه مال كركوك هي سببها ذول حرس الثوري الإيراني والحشد الإيراني قاعد بكركوك. برأيك سيد محمد يعني ليش اكو بعد ناس لا تزال تعتقد بأنه الوضع مستتب، الأمن مستتب والحياة مزدهرة بالعراق؟ يعني هم معقولة بانعزال عن الحقيقة الموجودة؟ يعني ما يروح يراجع بدوائر الدولة، ابنه ما يداوم بمدرسة، ما يتمرض يروح يراجع بمستشفى؟ لو يعني ذول الناس اللي بعدها تقول بأنه الحياة زينة بالعراق والأمور طيبة، وين عايشين؟ أستاذ العزيز، أستاذ محمد، ذولا ذيول مال إيران، ذولا يطوعونهم، ذولا تابعين لإيران، ليس تابعين للعراق، هم يأكلون من خيرات العراق ويحجون على العراق، ليس يحجون على الدول الجوار. طيب. إيران الإرهابية هاي. تمام. تحياتي لكل قناة. شكرا جزيلا أبو محمد. سيد محمد، عندنا أبو علي من الناصرية، تفضل يا أبو علي. الله يسعدك أبو جاسم، شلونك حبيبي؟ حياك الله. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يخليك حبيبي. والموظفين البيئة مثل النظارة الله يخليه، الله يحفظ الإذاعة الشريفة الأصيلة الطيبة الإذاعة، بارك الله فيك. مع احتراماتي لهذا على اي هذا وياك عباس من كربلاء. لحظة لين صار اكو تداخل بالصوت. عباس حرجع لك بعد شوية، بس نسمع لرأي أبو علي من الناصرية. شباب الو، تفضل يا أبو علي. الو أبو علي، اسمعك ابو جاسم. هذا ابو علي اقوى حديث علي. ابو علي، طيب ابو علي انا اعتذر منك، عاود الاتصال مره ثانيه، بس خلينا نسمع راي السيد عباس لانه اكو تداخل بالاتصالات. عباس من كربلاء، تفضل يا عباس. طيب، يبدو اكو خلل بالاتصال ما بين السيد عباس والسيد ابو علي من الناصريه. ارجو منهم اثنيناتهم انه يعاودون الاتصال مره ثانيه حتى نستمع لرايهما. طيب، خلونا نكمل مشاهدينا الكرام. وصلنا الى الجزء المتعلق بازمه المياه. خلونا نشوف المي اللي واصل الى منازل المواطنين. سيد ابو علي من بغداد يقول المي زين والامور طيبه. خلونا نشوف المي. البصره يبدو انها تواجه فصلا جديدا من سلسله المآسي التي حلت بها. فبعد الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وانخفاض مستوى المياه وتردي الخدمات العامة، تواجه هذه المدينة كارثة إنسانية متمثلة بالمياه الملوثة التي باتت من المشاهد المألوفة في المدينة. وأظهر مقطع مصور جرى التقاطه في الحي العسكري بقضاء الزبير حال المياه الواصلة للمنازل بعد أن تحول لونها إلى اللون الأخضر دون أن تبدي السلطات الحكومية أي بيان يوضح الأسباب. لنشاهد. ناشدكم صوت الزبير حي العسكري، هذا ماء الزبير حي العسكري، ماء أصفر إضافة إلى رائحته كريهة، ماء خايف لا يصلح لا للاستخدام البشري ولا غيره، هذا ماء حي العسكري. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. تعيش محافظة البصرة جنوب العراق أزمة تلوث حادة في مياه الشرب على غرار الأزمة التي عاشتها في عام 2018، ما أدى إلى نقل أكثر من 118 ألف شخص إلى المستشفيات، واندلع انتفاضة شعبية في بعض مدن الجنوب العراقي احتجاجا على سوء الخدمات وتفشي الأمراض والفساد في المؤسسات الصحية، لا سيما مدينة البصرة، بعد أن تجاهلت السلطات التحذيرات من تبعات مخاطر مياه الإسالة غير صالحة للشرب وقتها. وعادت مشاهد المياه الملوثة الواصلة إلى المنازل بكثرة هذا الصيف في دلالة على عجز السلطات الحكومية في معالجة ما جرى في 2018 جذريا، بالرغم من التخصيصات الضخمة التي دفعت من خزينة الدولة لانتشال المدينة من واقعها المأساوي المتمثل بأزمة تلوث المياه. طبعا لا تقتصر أزمة تلوث المياه الجديدة على أقضية البصرة، بل وصلت إلى مركز المحافظة، كما بينت صور ملتقطة من منازل حي الجمهورية لحال المياه المحملة بالأوساخ فضلا عن رائحتها الكريهة كما يؤكد سكان الحي. لنشاهد. هذا ماء المطار هيك، الله يرضى يا محمد، يعني هذا حتى الحيوان ما يشرب منه. وين نروح؟ لا حول ولا قوة الا بالله.
يعني هاي خلاص القنينة مات الغاز من الساعة لهسه تقبيل وبهذا طين طيب من الساعة لهسه هاي فاض الشارع اجي وهاي طين على حال شلون ضل وين والله لاكو ماي نشتغل لا نغسل لا نتوضا لا حول ولا قوة الا بالله. نكمل مع حضراتكم ضمن نفس الملف. معروف علميا أن المياه أو الماء هو عديم اللون والطعم والرائحة، إلا أن الحال مختلف في محافظة البصرة بعد أن بيّنت المقاطع المتداولة وهي كثيرة، لكننا سنكتفي بعرض هذا المقطع الآتي فقط، أن الماء أو أن للماء في هذه المدينة ألوان مختلفة من منطقة إلى أخرى، وكذلك له رائحة وطعم مختلف من مكان لآخر. لنشاهد. ما اعرف يعني الخضار مالته ماي معقم، ماي البصره يختلف عن باقي المحافظات باقي الدول، معقمينه زايد وهيك صاير لونه خايس. اريد العالم تشوف هذا ماي البوري اللي الناس البصريين اللي غسلوه من عنده. هذا الماي اليوم صب عندنا بالمطيحه، المطيحة طبعا مو تقولون منطقة على اطراف البصرة. لنتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. زينب تقول: الريحة عبارة عن ماء مجاري، العفو، واكثر حتى للملابس ما يصلح غسل، صار باطفالنا حساسية وملينا، او حتى ما يصلح غسل صار باطفالنا حساسية وملينا من شراء الماء الحلو. أبو عمار يقول: ماء مسحوب من المجاري ويتحول مباشر على البيوت لاحتوائه على روائح عفنة ولون الماء آسن. طيب، محب المقصوصي يقول: والله تعبنا من مشكلة الماء، يعني الدولة عاجزة رغم الأموال الوفيرة، لكن مع الأسف البصرة بقرة حلوب ولم يهتموا بها ونواب البصرة نايمين. تعليق من أبو عمار يقول: ألا لعنة الله على القوم الظالمين، مياه مجاري آسنة في منطقتنا المربد الجديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أين وصل الاستهتار بصحة المواطن؟ نسمع عباس من كربلاء، عاود الاتصال مرة ثانية، تفضل يا عباس حياك الله. عباس لو تقدر تنص صوت التلفزيون للأخير لو سمحت. سيد عباس من كربلاء، نص صوت التلفزيون لو سمحت. حياكم الله. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ السؤال بروح أوازيك. تفضل. تفضل يا عباس. نص صوت التلفزيون. حاطين يعني هسه هذا أنتم تقولون الحشد ميليشيات إيرانية، الحشد عليش حاطين باكو وبال الحشد، الحشد ايش بيه؟ الناس اللي دا تقول احنا عشان احنا ما عندنا قوة، الناس اللي قوتنا خارقة من زمان مو هسه، لا ايران ولا غيران، جابنا بايران الحشد الحشد الحشد. هم يعترفون قيادات هذه الحشد، قيادات هذه شوف شوف تمام، تكتل بالشباب وتكتل بالعراقيين وتمشي خليها كمل كمل. نعم عليش الحشد الحشد، ايش بيه الحشد؟ نعم الحشد موالي لله والإمام علي والرسول محمد. تمام. ليش حبالي الحشد بل وعلى شو الحشد؟ تمام. أريدك تهدأ سيد أبو سيد عباس، أريد حضرتك تهدأ وتنص صوتك شوية وخلينا ناخذ وننطي بالكلام، إذا طاب تقول هالكلمتين وتتوكل براحتك، لكن إذا طاب نتناقش مو براحتي. يعني ليش الحشد؟ لا 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 بس اسمعني اسمعني بس اسمعني، يعني إذا القلب الحشد. طيب اتوكل عليك اتوكل. سيد عباس اسمح لي لو سمحت انه نتناقش، لو حضرتك تريد تقول هالكلمتين وتتوكل تفضل. طيب اول شيء بهدوء حتى يصير اخو اخذ وعطى، لانه بهاي الطريقه ما راح لا تسمعني ولا اسمعك. سيد عباس ابداها وياك سريعا وما اريد نطول لانه اكو ناس ايضا بدها تنتظر. تقرير للامم المتحده تمام، طلع الأمين العام للأمم المتحدة طلع قال تقرير الانتهاكات اللي ارتكبها الحشد مع القوات الحكومية تمام والقوات الكردية في المحافظات اللي صارت بها عمليات عسكرية، صار منها عمليات اغتصاب أطفال حتى مو بس نساء،
نساء ورجال، نساء وبنات وشباب، اختصبوا شباب. من هم هذول؟ الحشد والقوات الحكومية والبيشمركة. طيب، تقرير ثاني لمنظمة هيومن رايتس ووتش، هاي معنية بحقوق الإنسان، هاي لا سنية ولا شيعية ولا عراقية ولا كذا، هاي منظمة دولية يعني ما لها مصلحة باللي دي يصير. قالت بأنه ما ارتكبه الحشد الشعبي من جرائم وانتهاكات في المحافظات اللي زارتها بحجة التحرير ترقى إلى جرائم داعش. طيب، شنو تعليقك أنت وردك على هاي التقارير اللي صدرت من منظمات دولية؟ هاي مو قناة الرافدين ولا محمد اللي دي يقول هذا الكلام. تفضل محمد. أول شيء، شو سوى بأمريكا من هزم؟ شنو عنده من هزم رايح بأمريكا؟ لأن لو أكو أمان وأكو حياة كريمة ما كان طلع من العراق، ليش يطلع؟ ليش كريم؟ وكنا عراقيين إحنا. أي كنا عراقيين. نعم. ولام نعم. الشيعي ولام الصابي ولام المسيحي ولام الشيعي ولام صحيح ولام العراق كله الحشد كله لامة. نعم. شوف سيد سيد, سيد عباس، انت تمام. شوف سيد عباس، انت 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 اكو فكره ببال. تمام تمام تمام، فهمتك. هاي انت تقولها بالنسبه لك، لكن بالنسبه للمشردين اللي بعدهم بالمخيمات بسبب الحشد اخي، بالمخيمات اي بالمخيمات هم بالمخيمات بالمخيمات غير اسوي مكان انا، انا في شغله اسوي بيته يريد مليارات. هذا ومن هذا من هذا من اسمه من هذا من العراق غير السعوديين والأمريكيين والإسرائيليين عملاء طلع عملاء ودمروا العراق بدمه. ويعني شنو هسه هو هو الحشد اللي هسه يحفظ العراق؟ ما أنا أقولها. تمام. شوف أنا أشكرك، شكرا جزيلا سيد عباس من كربلاء. أنت مقتنع بفكرة من الصعب إنه نغيرها، لكن أريد منك وأتمنى إنه تراجع نفسك وتتابع الأحداث بشكل صحيح، مو تتأثر بالكلام اللي موجود. الحشد بالنسبة لكم هو حامل عرض كما تقولون، وهم الذين حموا العراق من خطر داعش. طيب، هذا الحشد تباوع على سلسلة المعارك اللي صارت والأحداث اللي صارت والتقارير اللي صدرت بالصوت والصورة المقاطع الموثقة، تشوف شنو اللي صار وحجم الانتهاكات اللي سووها. مثال بسيط، مثال بسيط على اللي سوته هذه الميليشيات في بداية العمليات العسكرية. لما طبت ميليشيا العصائب إلى قرية البوعجيل وحرقتها وباقت تكريت، تمام، طلعت المرجعية ايش قالت؟ هاي أعمال فردية، هاي تصرفات فردية. كان اكو اعتراف بوجود انتهاكات، لكن شنو قالوا؟ تصرفات فردية. حجم الانتهاكات والسرقات والقتل والتغييب اللي صار بالمناطق اللي صارت بها العمليات العسكرية هي اكبر دليل على الانتهاكات اللي سوتها هاي الميليشيات اللي انت تدافع عنها تقول حماة الاعراض. طيب، وين حماية الاعراض من النساء العراقيات اللي نايمات بالمخيم اليوم بالعراق؟ ليش ما راحوا بنوا بيوتهم؟ ما شاء الله، مو عندهم الجهد الهندسي وهاي المليارات اللي مسخرة جوايدهم، وكل اللي موجودين بالعملية السياسية يخدمون هذا الحشد من نواب برلمانيين ووزراء، وما حد منهم يقدر يحكي عليه. يعني اكو امكانيات. الموصل ليش بعدها مدمرة؟ ليش السيد محمود يقول بعدنا ماكو عمار؟ تمام؟ ليش ماكو كهرباء؟ ليش بعد اكو مخدرات بالعراق؟ طيب، وين حماية البلد؟ انت تتكلم لي كلام، هذا الكلام اللي غذوا عقولكم به، لكن ارض الواقع تقول مخدرات، دعارة، صالات قمار، ملاهي ليلية، تمام، شرب بكل مكان. وين الأحزاب الإسلامية وهاي المقاومة الإسلامية؟ وين هنذني من حماية العراقيين من هذه المفاسد؟ وينها من حماية العراقيين، حماية حدود العراقيين من دخول المخدرات والسلاح وغيرها؟ شو ما شاء الله البلد مفتوح. نسمع عمر من أمريكا، تفضل يا عمر. مرحبا استاذ محمد، حياك الله. الله يحفظك. انا اشكرك طبعا على هذا البرنامج، وكل العراقيين الوطنيين يشكروك على هذا البرنامج الوطني. الله يحفظك اخي العزيز. لا يخفى على كل عراقيين ما يحصل من دور الميليشيات الايرانيه في العراق. نعم. وتهديم كل شيء وطني في العراق، ناهيك عن الخدمات وناهيك عن اللي يسووه في البلد من جرائم بحق كل العراقيين. نعم. من كل الفئات، سنة أو صابئة أو مسيح أو مدائيين، من كل الطوائف. نعم. إن هم عندهم خطة رسموها على تهديم هذا البلد اللي عمره أكثر من 7000 سنة، والناس الآن يعني كلهم بيستنجدون
بالوطنيين الشرفاء ان يخلصون هذا العراق من ايادي الفرس المجوس. كل واحد يطلع يقول لك ان العراق بخير وبمي وبكهرباء وبحشد وبحشد وبكل الخدمات. خلي بس ارد اقول لك كلام واحد اقول له هذا الكلام محاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. طبعا هو سيد عباس سيد عمر سيد عباس يدافع يقول لا منو قال لكم الحشد مرتبط بإيران؟ هم قيادات الحشد ذني الزعامات لهذه الميليشيات يقولون احنا ذيول، احنا نرضى ان احنا نكون ذيول لإيران، نفتخر بان نكون ذيول لإيران. هم قالوها، مو قالها قيس الخزعلي؟ نعم استاذ العزيز. نعم. انت عندك اكو شيء يعني واحد يتكلم كلام مو منطقي. نعم. اما الكلام المنطقي كل العالم يعرفه. احنا في امريكا انا استاذ في الجامعه واعرف كل الامور اللي تصرف في العراق، واحنا طلعنا طبعا مرغمين من العراق مو طلعنا يعني كيفنا. باختصار سيد عمر لان الوقت ضيق لو سمحت. نعم هندسه. تفضل. استاذ هندسه في الجامعه. نعم. فالقصد يا اخي العزيز العراق بيمر بازمه اخلاقيه وانسانيه، ودمر بازمه يعني ما توصف هذه الازمه اللي يمر بها. شنو السبب؟ السبب هذه خطط مرسومه من كل نعم. تسمعني اخي العزيز؟ اسمعك سيد عمر. نعم. انت تفضلت على الحشد. الحشد اخي العزيز كل قياداته مرتبطه بايران. نعم. كل قياداته يعني عملها الفرس المجوس والحرس الثوري الايراني. كل موجود الان هو الاطار عباره عن 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 جنود موجودين بالحرس الثوري الايراني، يعني هذا ما يخفى عليكم، يخفى على كل العراقيين. صحيح. الوطنيين. انا ليش اقول الوطنيين؟ لان الناس اللي تدافع عن هؤلاء الحثالة اللي قاتلناهم وجايين هم يدورون ثارات من عندنا، هؤلاء ليس وطنيين، هؤلاء فارسيين. طيب. اشكرك سيد عمر، وطبعا اعتذر حقيقه لان الوقت ضيق للغايه. مشاهدينا ننتقل سريعا الى موضوع اخر. ينتقد مراقبون البروباغندا الاعلاميه لوزاره الداخليه وحديثها عن أتمتة المعاملات وتحويلها للنظام الإلكتروني وجهودها الجبارة فيما كما يصفها ضباطها في هذا المجال، إلا أن الواقع على الأرض عكس ذلك. ومن الأمثلة ما يعانيه المواطن إذا ما فقد مستمسكاته الشخصية من رحلة مكوكية في مختلف الدوائر في نظام متهالك بعيد عن التطور في الأزمنة أو في زمن الحداثة والرقمنة الحالي. دعونا نشاهد. تروح للمحكمة يشوف المحكمة مقلوبة قلم، مراجعين وهوسة وما تقدر حتى تمشي. تجي تسأل أغلب المراجعين 50% اللي يراجعون المحكمة تلقيهم راجعين على فقدان هوية، فقدان رقم سيارة، فقدان هوية طالب، فقدان مدري شنو، أي مستمسك بفقدان. شوف هذا الفقدان مو تفقد لك هوية ولا تفقد لك شهادة جنسية، لو رقم سيارة، لو هوية طالب، تبتلي على عمرك. تبتلى على عمرك تقول مو فقدت، سويت لك كارثة. تروح أول شيء لازم تروح تقدم طلب للمحكمة للقاضي، طلب فقدان تبليغ إبلاغ. الدار يوديك للمركز، المركز يسوي هماتي لازم أكسره ويذلك ويجزعك ويكفرك بالدنيا كلها، ها؟ ويروح يسوي لك كتاب، راح يجيب صحة صدور. ترجع تروح مثلا دائرة النفوس المرور ما ادري شنو، هم ما تذلوك وجزعوك كفروك، ها؟ وترجع لهم ويدونون اقوالك، والدورة ثاني يوم يسيروك للمحكمة وطب للقاضي ويسألك وين فقدتها وين ضيعت المستمسك هذا العظيم وهوية هي، ها؟ تابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا المقطع. هادي يقول: أكثر مؤسسة أذلت شعب العراق الداخلية والصحة. عباس يقول: عجيب البطاقة الانتخابية تحصل عليها بسرعة فائقة، والبطاقة الموحدة تشوف نجوم الظهر. تعليق لدينا من يوناس يقول أو تقول: يتعمدون أذية المواطن، ممكن يكون التقديم الإلكتروني وتخلصون العالم. عمار يقول: صار لها سنة على هاي الوضعية وماكو شريف يشوف حال الناس إيش صاير بيهم. دعونا الآن نتابع مشاهدينا الكرام فقرة الهاشتاج. طبعا كشفت الأحداث المتصاعدة في مدينة كركوك مركز محافظة التأميم هشاشة الوضع الأمني الذي لطالما تفاخرت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني بالسيطرة عليه،
وعلى مستوى آخر هشاشة التوافقات بين القوى والأحزاب الحاكمة. وتشهد مدينة كركوك صراعا يغذيه الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة، وميليشيا العصائب المنضوية في الحشد الشعبي بزعامة قيس الخزعلي من جهة أخرى، وتجمعات سياسية تحمل صفة عشائرية عربية وأخرى تركمانية من جهة ثالثة، في صراع مبكر قبيل الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات المرتقب. وأجمع عراقيون ومدونون على أن ما يحدث في كركوك هو فتنة تغذيها صراعات الأحزاب التي تحاول جر البلاد إلى الفوضى لضمان بقائها متسلطة على رقاب العراقيين. لنتابع الآن عددا من التعليقات مع وسم كركوك عراقي الذي تصدر ترند موقع أكس لليوم الثالث على التوالي. تعليق من عمر حسين يقول: إشعال الفتنة من خلال الشعارات العنصرية مشكلة قديمة، كركوك مدينة متعددة الثقافات والأعراق ومفتوحة للجميع، الشباب واع ولن يدع الحرب تدمر هذه المدينة الجميلة، لنتحد ونعمل من أجل السلام والتعايش. تعليق من خالد يقول: كل ما يحدث في كركوك هو عمل منظم لإحداث فتنة وشرخ في المجتمع، تقف وراءه أحزاب تعتاش على العنصرية والطائفية، حفظ الله أهل كركوك بكل مكوناتها، كلا للفتنة. عماد يقول: كركوك تدفع الثمن، والسبب تخبط سياسة حكومة الإطار. وتعليق من مروة تقول: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، كركوك عراقية، حفظ الله كركوك وأهلها. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.